خير، كل سنة وحضرتك طيب. مساء الفل يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد على حضرتك كده وعلى الأمة الإسلامية دي كلها بإذن الله. يا رب. أخبار المعسكر إيه؟ طمني. والله الحمد لله يا دكتور، يعني المعسكر بصراحة جه في وقته، مكان كويس، إقامة كويسة، ملاعب كويسة، كل حاجة متوفرة في المعسكر، فالحمد لله فرق معانا كتير جدا 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 في الفترة دي. اللعيبة مركزة بشكل كبير، قادر تشتغل وقادر تدي الأحمال اللي أنت عايزها، اللعيبه بتاكل قدامك، بتنام قدامك، ففي طمانينه يعني ان مفيش اي عوامل ثانيه. يعني بالجانب الثاني اهم محافظه بقى على الخروج، وانت عارف جائحه كورونا المنتشره في العالم كله، فاحنا محافظين على اللعيبه وعاملين اقامه كامله، حتى لو كان في راحه سلبيه بنمنع اللعيبه ان هي تخرج بره المعسكر وتفضل الاقامه زي ما هم في الغرف او في الفندق تحت. باقي لك مباراة لسه قبل اجازة العيد، هتكون قدام مين يا كابتن؟ قدام حرس الحدود بكره ان شاء الله، ودي هنزود الوقت فيها شويه لان كنا المفروض ان احنا نوصل لل 90 دقيقه، لكن طبعا صعب لان الفتره الزمنيه قليله، فما قدرناش ان احنا ندي الحمل كبير للعيبه. النهارده كنا برضو ندي ماتش مع الزمالك فرقه كبيره، فضلنا ان احنا ندي 45 دقيقه عشان ما نضغطش على اللعيبه اكتر من كده. فدينا شوطين، الشوط الاول 45 دقيقه وانتهى التعادل السلبي. كان المجموعه اللي تلعب عندنا ومجموعه الزمالك، الزمالك كان مجموعه النجوم بتاعته كلها في الشوط الاول، الشوط الثاني احنا نزلنا الفرقه الثانيه، كان عندنا مجموعه من الناشئين والزمالك نزل معظم الناشئين الموجودين عنده، وانتهت المباراه بفوزنا الزمالك. علي فرج ورحيله عن نادي طنطا واعلانه بالاعتزال بالامس، هل هناك اسباب ولا هي كابتن علي شايف ان خلاص كفايه الفتره اللي فاتت وان هو بيركن الى الراحه والى الاعتزال؟ والله علي لعيب كبير واسم كبير وصاحب انجازات وصاحب تاريخ كبير كلنا عارفينه، وصاحب اخلاق رفيعه، ده قراره هو، شايف ان هو الفتره مش هيقدر يكمل، والفتره بالنسبه له مش هيقدر يجيب جديد او هتضيف له جديد، ففضل ان هو يكتفي بالفتره الزمنيه اللي قضاها معانا وقضاها في الملاعب، فضل اللي هو الاعتذار واعتزال كره القدم. عموما بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، مباراتك الاولى امام بيراميدز يوم 10 الشهر القادم، بالتوفيق لابناء السيد البدوي والمدير الفني الكف اللي قدم نفسه بصوره كبيره جدا في الدوري الممتاز كابتن ايمن المزين. شكرا جزيلا.